فيلم يونغ وونس. تبدأ قصة الفيلم ويا شخص اسمه جيروم وهو يكون عايش بمكان صحراوي وجاف جدا. أو جيروم يقول بأنه هذا المكان كان بزمن والدي وهو كان عبارة عن حقول ومزارع للقمح والرز، لكن بعد الجفاف اللي صار بالمنطقة كل النباتات ماتت أو ما قدرت تعيش بهذا المناخ القاسي جدا، ولهذا السبب كل المزارعين تركوا المنطقة وانتقلوا لمكان ثاني ما عدا والدي اللي بقى بهذا المكان، وهو كان متأمل أنه الأرض ترجع خضرة مرة ثانية. وبيوم من الأيام نشوف اثنين حرامية وهم يحاولون يسرقون مخزن تابع الشخص، لكن يجيهم صاحب المخزن اللي يكون اسمه إرنست ويقتل واحد من عندهم، والثاني يبدأ يترجى ويتحايل عليه على مود ما يقتله، لكن إرنست يقتله لأن يعرف إنه هذا فخ والحرامي عنده سلاح وهو كان يتحايل عليه. فيجي ابنه جيروم ويشوف اللي صار ويقول لأبوه كان ممكن تشوفه مش محتاجين وتساعدهم بدال ما تقتلهم. أو نعرف إن المخزن كانت بيه مضخة مياه جوفية قديمة أو كانوا الحرامية يحاولون يسرقوها على مود يقدرون يطلعون المي من خلالها، ونعرف بأنه هي هاي المضخة الوحيدة الموجودة بهاي المنطقة. وإرنست يكتشف انه مخزون المي عندهم بدا يخلص، وهم راحوا الاشخاص يبيعون المياه الجوفية بكميات قليلة جدا وبأسعار باهظة. وإرنست كان دائما يترجى العمال على مود يساعدوه يمدون مزرعته بالمياه الجوفية، بس العمال ما يوافقون يساعدوه مجانا وكانوا يطلبون من عنده فلوس هواية مقابل هذا الشيء، فهم اشتروا من عندهم المي ورجعوا للبيت، لكن بالطريق الحمار مالتهم يوقع وتنكسر رجله وهو كان متألم كلش هواية. وإرنست قرر يقتله بالبندقية على مود يرحمه ويخلصه من العذاب اللي هو بيه، لانه ماكو شخص بهاي المدينة يقدر يعالجه. او بالفعل يسوون هذا الشيء ويكملون طريقهم. ولما يوصلون للبيت نشوف ماري اللي تكون اخت جيروم وهي طبخت لهم الاكل، وهي كانت تستخدم الرمل بغسل المواعين لانه المي ما كان متوفر عندهم. وبثاني يوم إرنست ياخذ ابنه ويروح المعرض الالات على مود يشتري آلة تشيل عنهم الحمولة بدل حمارهم اللي مات. او بالمعرض يشوفون آلة حمل الاغراض واللي يكون اسمها سيم وهي كلش تعجبهم، بس هم لازم يدخلون مزاد على مود يقدرون يشترون هاي الآلة. وإرنست يعرض احلى سعر وسط الحاضرين، فيغلب شخص اسمه فليم وهو كان يريد يشتري نفس الآلة. وبالفعل هو قدر يشتري سيم، ونعرف بانه فليم يكون بعلاقة سرية ويا ماري اخت جيروم. وبعدها إرنست ياخذ ابنه ويروح لزوجته كاثرين، وهي اللي تكون مريضة ومصابة بمرض نادر وخطير جدا وكانت عايشة حياتها بالمستشفى، وهي تنقل من مكان لمكان عن طريق جهاز بي اسلاك مربوطة بها وتشيلها. اما إرنست فهو ما كان يقدر يشتري هذا الجهاز على مود يخلي زوجته عايشة وياهم لانه هذا الجهاز غالي جدا، ولهذا السبب هو كان مخلي زوجته عايشة بالمستشفى. وبعدها يودعون كاثرين ويرجعون للبيت، لكن هم والطريق بنزين السيارة ينفذ فيوقفون يم محطة البنزين، وفجأة إرنست يشرب من البنزين بسبب العطش. وبهاي اللحظة يقابل اشخاص اثنين متزوجين وياهم طفل رضيع عطشان، وهم يطلبون المي من إرنست. وابو الطفل اللي يكون اسمه روبي يروح لإرنست ويقول له اريد ابيع ابني لانه ما اقدر اتكفل بيه واوفر له احتياجاته، لكن إرنست يقول له اترك هذا التفكير واني راح اساعدكم واوفر لكم المي. اما روبي فكان يعرف بموضوع العلاقة اللي بين ماري وفليم، وهو يقول لإرنست عاليه. وإرنست لما يعرف يعصب ويرجع للبيت بسرعه ويقول لماري ليش تطلعين وتتواعدين ويا شخص غريب بدون علمي. فماري تبدا تبكي وتقول له هاي حريتي وانت ما تقدر تتحكم بحياتي، وتقول له اني اكرهك لانه انت دائما تقيدني وتمنعني من اشياء انا اريدها. وهي كانت تحاول تهرب من البيت، لكن إرنست يحبسها بغرفتها. وبثاني يوم الصبح يقعد إرنست وابنه وكانوا يدورون على سيمب وما يلقوه، فيشكون بانه فليم هو اللي سرق سيمب ويروحوا له للبيت. وهناك يقابل ابوه ويقول له فليم طلع بسياره للجبل من الصبح. وبهاي اللحظه إرنست قرر انه يروح للجبال ورا فليم ويدور عليه، وهناك بداوا يدورون عليه باعين المياه الجوفيه ويهجمون عليه ويضربوه ويخلوه يفقد الوعي. ولما يقعد بالليل يشوف البياعين بوجهه وهم يتهموه بسرقه مواردهم، ويبقى يقول لهم مو انا اللي سرقتهن، لكن قائد البياعين اللي يكون اسمه كيل يهجم على إرنست ويبدا يضربه. فهنا إرنست يطلع بندقيته ويهددهم، وبعدها يتركوه بحاله ويرجع للبيت. او بالطريق يشوف فليم نايم وسيمب بصفه، ونعرف بانه هو اللي سرق سيمب وموارد البياعين. فإرنست يطلع بندقيته ويصوب على فليم، لكن هو ما قدر يقتله ويقرر انه يقعده ويربطه بسيمب وياخذه كرهينه، وهو كان يريد ياخذه للبياعين على مود يثبت لهم بانه هو بريء وفليم بانه هو المذنب اللي سرق مواردهم. او بالطريقه فليم يبدا يحكي عن ماري، فإرنست يتعصب عليه اكثر، وهم يبقون يمشون لحد ما يعطشون وما يقدرون يكملون الطريق مشي، فيقعدون يرتاحون شويه ويبقون يشربون مي من الزجاجات اللي فليم سرقها من البياعين. فهنا فليم يحاول يقنع إرنست على مود يقدر يحرره، او بالمقابل هو ينطي نص فلوس الموارد لمن يبيعها، لكن إرنست يبقى مصر على انه يسلم فليم للبياعين. او بعدها فليم يلاحظ التعب على إرنست فقرر انه يغدر به، فبسرعه يضربه وهو ينضرب راسه بالصخره ويبدا ينزف لحد ما يفقد الوعي ويوقع. او بعدها يقعد ويلقى نفسه مربوطه بسيم، وفليم يبقى يذب مي بحلق إرنست وهو يصرخ من الالم. وبهاي الاثناء فليم يروح البيت إرنست، وماري اول ما تشوفه تركض عليه وتحضنه وتكون فرحانه كلش لانه كانت قلقه عليه. او جيروم يكون خايف كلش على
أبوه لأنه صلى مدة طويلة خارج البيت، فقرر أنه يروح ويدور عليه. أو بالصدفة جيروم يلقى سيم تايه واحدة بالطريق، أو لما جيروم يوصل للبياعين يقولوا له بأنه أبوك مات. أو جيروم يحزن هواية لما سمع بوفاة أبوه، وبثانية يوم يسوون جنازة لإيرنست ويدفنوه، وتكون ماري وأخوها حزينين كلش على فراق والدهم. أو بعدها يروحون للمستشفى ويبلغ أمه باللي صار، والكل كان حزين برحيل إيرنست. أو بعد ما يطلعون من المستشفى يقابلون فليم اللي يكون منتظرهم حتى يوصلهم للبيت بسيارته. أو من بعد وفاة إيرنست يكون فليم هو اللي يدير شؤون العائلة بدال أبوهم. وبيوم للأيام نشوف جيروم هو متعصب وهو يضرب سيم بالمطرقة لأنه كان معتقد إنه سيم هو اللي قتل أبوه، وفليم كان يحاول يهديه. أو بقى فليم يتحايل عليهم وسط عائلتهم ويقول لجيروم بأنه ماري حامل من عندي وأنا مستحيل أتخلى عنها. أو جيروم يكون موافق على العلاقة اللي بينهم، وهو كان مطمن على أخته ويا فليم. وبالليل فليم يروح للبياعين ويحكي وياهم على مود يوصلون المي الأرض إيرنست حتى يقدر يزرعها، بس كيلي يستهزئ بيه وما يقتنع بكلامه. وهنا فليم يطلع سكينة كانت يم جثة إيرنست وعليها اسم كيل، فكيل يخاف لا يتهم بجريمة قتل إيرنست وهو يوافق على طلب فليم. وفعلا يمدون الأرض بالمي والكل يحتفل بأول رشة مي على الحقل اليابس اللي ما وصلها مي من سنين طويلة. وفليم يبدأ يشتغل بالأرض كل يوم ويزرع بيها القمح، وبعد عدة شهور القمح ينمو والأرض تكون خضرة بعد جفاف كل السنين اللي مضت. وهنا فليم قرر أنه يتزوج ماري ويعيشون ببيت إيرنست ويا أخوها جيروم. وبيوم للأيام نشوف أبو فليم وهو يكون ويا أشخاص من البنك، وهم يروحون البيت إيرنست ويهددوه بأنهم راح يستحوذون على الأرض لأنه إيرنست كانت عليه ديون هواية للبنك أو كان المبلغ كلش كبير وفليم ما قدر يسددها. ولما يجي الليل فليم يأخذ سيم ويروح الصديقة روبي، أو كان فليم يعرف بأنه روبي يريد يبيع ابنه، وروبي يكتشف بأنه فليم سوى صفقة ويا ناس حتى يبيعون الطفل. وهنا نشوف الناس وهم يجون حتى يستلمون الطفل من عنده، بس روبي يمنعهم ويحاول يقاومهم، لكن فجأة فليم يضربه برصاصة ويقتله. فتصير فوضى بين الناس وفليم، وفليم يقرر انه ياخذ الفلوس ويهرب ويضرب عليهم رصاصة بشكل عشوائي، بس بسبب الفوضى اللي صارت سيم ينصاب برصاصة ويعطل، فالجهاز يفعل الوضع التلقائي وهذا الوضع يخليه يرجع لصاحبه اللي اسمه كالفن وهو المصنع الاول اله. وان يوم فليم يدفع الديون اللي على إيرنست حتى يسترجع الارض، او جيرم كان معتقد انه مصدر هاي الفلوس هو بيع سيم لانه سيم ما كان موجود. وبنفس الوقت نشوف سيم وهو يمشي وحده بالصحراء او كان مصاب برجله، فهنا بعد طول الطريق يوصل لصاحبه كالفن اللي يكون عايش على الحدود. او كالفن اول ما يشوفه يشوف رقم بيت إيرنست على سيم، وبهاي اللحظه يتصل على البيت ويحكي ويا جيروم عن الاله اللي رجعت له. فجيروم ينصدم لانه فليم قال له انا بعت الاله لروبي وانا بفلوس الاله سددت الدين اللي علينا بالبنك. بعدها نشوف جيروم وهو ياكل ويا اخته وزوجها، فيسال فليم سؤال ويقول له معقوله روبي باع سيم للشخص اللي صنعه؟ بس فليم يتهرب من السؤال وما يجاوب. وهنا جيروم يقول لهم بانه انا رايح ازور امي بالمستشفى، لكن بالحقيقه يكون الطريقه للحدود على مود يقابل كالفن اللي صنع سيم. وبعدها جيروم يوصل للحدود لكن حرس الحدود يمنعوه بالعبور بسبب عمره الصغير. وفجاه نشوف بنيه تصيح جيروم وتقول له على طريقه ممكن يعبر بها للناحيه الثانيه من الحدود مقابل انه ينطيها الفلوس. وبالفعل هو يوافق، فتخليه داخل شاحنه محمله بالدجاج وهو يقدر يعبر الحدود عن طريق الشاحنه. وبعدها هو قدر يوصل لكالفن، وهنا كالفن يشوف جيروم الاستخدامات والوظائف اللي يقدر سيم بيسويها ويقول له بانه عين سيم هي عباره عن كاميرا حتى يشوف الطريق ويضبط خطواته بالمشي، وهي تكون بزاويه معينه والكاميرا مسجله كل شيء شافه سيم من اول ما اشتغل لحد الان. فهنا يشغل فيديو مسجل لإيرنست وجيروم يبقى يسرع بالفيديو لحد ما يوصل للحظه اللي فليم قتل بها إيرنست. وبهذا اليوم جيروم يشوف فليم وهو يربط ابوه سيم، وبقى سيم بيجرب إيرنست لحد ما مات. وهو انصدم من عرف انه فليم هو اللي قتل ابوه. ولما يجي الليل جيروم يرجع للبيت بس ما يحكي اي شيء من اللي شافه. وبيوم من الايام جيروم يروح ويا فليم برحله صيد الغزلان، او جيروم يحتفظ بالبندقيه وضمها تحت السرير. وبثاني يوم جيروم يقول لفليم روبي يتصل عليك، وفليم يتفاجئ ويتهم جيروم بالكذب لانه يعرف انه روبي مات. بعدها توصل رساله لفليم ويكون جيروم اللي كاتبها على اساس انه هو روبي، ويقول له بالرساله قابلني بنفس المكان اللي قتلت بيه إيرنست. وفليم ما كان يفهم اي شيء من الرساله لكن هو قرر انه يروح للمكان حتى يفهم اللي دا يصير. او بالليل يقول لزوجته ماري انا راح اروح اجيب كم شغله وارجع. او بالفعل ماري توافق وتودعه. وبثاني يوم فليم يوصل للمكان اللي قتل بيه إيرنست وفجاه يوقع بحفره وتنكسر رجله، وهو ما كان يقدر يوقف عليها ويبقى يصرخ ويستنجد باحد على مود يجي ويساعده. لكن فجاه يظهر جيروم قدامه، ففليم يرتاح لما يشوفه لانه لقى شخص يساعده، بس جيروم يبقى واقف بمكانه وعنده حجاره بايده. وفليم يستوعب ويدرك بانه جيروم عرف باللي سواه بإيرنست، فهو يبدا يعتذر له على اللي سواه ويقول له سامحني. او يبقى فليم يتحايل على جيروم على مود يقدر يسامحه، بس جيروم ما يتاثر بكلام فليم ويطلع بندقيه الصيد
الصيد ويقتل بيها، وهو يتركب داخل هاي الحفرة. وبعدها يعد يومين على مقتل فليم، وجيرم كان مريح ضميره بعد ما انتقم الوالدة، وماري كانت قلقة جدا على زوجها، وجيرم بقى يصبرها ويقول لها بأنه هو راح يرجع، وهو ما قال لها على الطريقة اللي مات بيها والدهم، وأيضا ما قال لها عن موت زوجها. وماري تقول له خلينا نروح للمستشفى ونرجع والدتنا للبيت، لأنه هسه احنا صارت عندنا فلوس ونقدر نشتري الجهاز، وبالفعل هو يوافق. فهنا جيروم يقرر انه يمسح كل التسجيلات اللي مخزنة بذاكرة سيمب حتى ما حد يعرف اللي صار لفليم وإيرنست، وبالأخير يجتمعون كلهم كعائلة واحدة، وصارت عندهم الفلوس اللي قدرون من خلالها يشترون المي، وقدروا يشتغلون ويعيشون بعد ما قدر ينتقم الأبو. ولهنا تكون نهاية الفيلم.